السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة الصف الثالث الابتدائي ودرس جديد في يونت 2 اللي بعنوان What is the matter. خليكم معي. نلاحظ هنا حبايبي في الوحدة الثانية بيقول What's the matter. What's the matter؟ ممكن أقول What is the matter with you؟ ماذا بك؟ أو What's wrong؟ ما المشكلة؟ What's the matter معناها ما الأمر؟ يعني في إيه؟ يعني أنا شايفة في حد عنده مشكلة أو في حاجة مضايقة، وأنا هسأله إيه اللي مضايقك. فهنا طبعا واضح إن الأب دخل فحاطت إيده على راسه، هو واضح إن في حاجة بتوجعه. راح الولد قال له، البنت الاول قالت Dad are you okay؟ ابي هل انت بخير؟ راح قال لها ايه No I feel sick، انا اشعر بالمرض. I feel sick، اشعر بالمرض. راح الولد قال له What is the matter؟ ما الامر؟ What is the matter؟ ما الامر؟ قال له I have a headache، I have a headache، عندي صداع. البنت قالت Can I get you some anything، ينفع اجيب لك اي حاجة؟ قال لها Yes please، ايوة لو سمحتي. A glass of water، عايز كوب ماء. And my medicine، والدواء بتاعي. الولد قال له Sure، بالتأكيد. يلا نقول تاني Dad، ابي، وعشان ابي ده قدامي هنا فانا بعد دايت حطيت كومة لانه مخاطب. Are you okay؟ هل انت بخير؟ No I feel sick. What is the matter؟ ما المشكلة؟ What is the matter؟ ما المشكلة؟ I have a headache، انا عندي صداع. Can I get you anything؟ اجيب لك اي حاجة؟ Yes please a glass of water and my medicine. A glass of water، كوب من الماء. My medicine، الدواء بتاعي. Sure، بالتأكيد. I have a headache، رأسها وجعاي، بتقول انا عندي صداع. I have a headache، انا عندي صداع. Number two، I have a cold، عندي نزلة برد. I have a cold، عندي نزلة برد. يبقى ناخد كده I have، أنا عندي. رقم واحد headache، باين إنها ألم بالرأس يعني صداع. I have a cold، بيعتصه يا عين. Number three، I have a cough، GH هنا هنطقها ف sound. I have a cough، انا عندي كحة. I have a fever، انا عندي حمى. I have a fever، انا عندي حمى. تعالوا مع بعض نرتب الجمل. Are you okay؟ No I don't feel well، لا اشعر اني بخير. Are you okay؟ No I don't feel well. What is the matter؟ What is the matter؟ I'm sick because I have a headache، انا عيان لاني عندي صداع. Can I get you some medicine؟ ينفع اجيب لك اي دواء؟ Yes please thank you. نقول تاني Are you okay؟ هل انت بخير؟ رح قايل No I don't feel well. What is the matter؟ ما الأمر؟ I am sick because I have a headache، because I have a headache، أنا عندي صداع. Can I get you some medicine؟ ينفع أجيب لك دواء؟ رح قايل Yes please، أيوة من فضلك. Thank you، شكر. فإحنا عندنا لما نسأل حد نقوله What is the matter؟ هيقول انا عندي، ويقول المرض اللي عنده. I have a cold، I have a cough، I have a headache، I have a fever.
It means ده معناه I'm sick أنا عيان. كلمة I am sick يا حبايبي معناها I don't feel well، لا أشعر أني بخير. تعالوا مع بعض نراجع البادي بارتس. ده ايه يا حبايبي؟ What is this؟ This is my nose. Number two, this is my mouth. This is my hand. This is my leg. My foot. And this is my arm. نقول تاني، هنحط ايه هنا؟ Nose وده arm. Mouth. Hand. Leg. Foot. This is my heart. This is my heart. هذا قلبي. It bumps blood to my body. بيضخ الدم الايه لجسمي. Number two. This is my skin. It protects my body. يبقى انا بشاور على العضو واقول وظيفته. هذا جلدي. طب ايه وظيفته؟ It protects، انه يحمي my body. نقول تاني. This is، اما بكون بشاور على حاجة قريبة. هذا my heart، قلبي. This is my heart. كل الماميز اللي هتذكر للولاد هنقسم الجملة دي حتتين. This is وبعدها مفرد. This is بعدها singular مفرد. This is my heart. طب ايه وظيفته؟ What does it do؟ It bumps، بيضخ blood to my body. Bumps blood to. Bumps blood to. يضخ الدم إلى. To a my body. My body يعني جسمي. This is. طب هذا إيه؟ My skin. هذا جلدي. It protects my body. يحمي جسمي. It protects. اتفقنا إن مع it أجيب الفعل آخره S. This is my bone. دي عظمة رجلي. It helps me move. بتساعدني في الحركة. It helps. It تعود على البون. العظمة دي بتساعدني. مي يعني أنا، بس لما تيجي بعد الفعل. Move بتساعدني في الحركة. This is my stomach. Stomach معدة. It digests food. إنها بتهضم الطعام. It digests food. تعالوا نسأل عن وظيفة الأعضاء. What does my stomach do? What does my stomach do? ما وظيفة المعدة؟ راح قال لها It digests food. إنها تهضم الطعام. طبعا حبايبي كلنا عارفين إن المعدة فيها حمض اسمه حمض المعدة. ده بيبقى مسؤول عن هضم الإيه الطعام. This is my skin. This is my heart. This is my bone. This is my stomach. طيب بالنسبة للسكين بيعمل ايه؟ It protects، بيحمي. بيحمي ايه؟ My body. يبقى سكين وظيفته حماية الجسم. الناس بتروح تعمل وشم وبتأذي جلدها، الجلد ده ربنا خلقهن علشان نحمي جسمنا. لازم نحافظ على جلدنا ونضافة بشرتنا، ويكون دايما هيلثي، وناكل خضار عشان يبقى جلدنا دايما ناعم وجميل. ليه بقى؟ تخيلوا حبايبي لو ربنا خلقنا بس عظم وفوقيه لحم، شوف بقى منظر الجسم يبقى عامل ازاي، يبقى وحش خالص. عشان كده ربنا خلق لنا السكين، الجلد ده، علشان يحمي جسمنا. طيب بعد كده عندنا This is my heart. هذا قلبي. This is my heart. هنشيل سكين ونحط هارت. طب ايه وظيفة الهارت؟ القلب. It bumps blood. بيضخ الدم. Bump. Bump. يضخ. Bump. يضخ. This is my bone. My bone يعني عظمة. وظيفتها It helps me move. بتخليني اتحرك. لو مفيش مفصلات او عام، اما لو كعبلت في حاجة انا كلي كده هقع على وش. نعم سبحان الله، ربنا خلق لنا العظمة دي عشان تخلينا نتحرك بسهولة. stomach. stomach يعني معدة. This is my stomach. هذه معدتي.
It digests food. بتهضم الطعام. نيجي كده في عندنا مشكلة وندور على حل ليها. أروى بتقول I have a cold. أنا عندي برد. إيه الحل؟ stay at home. أي حد بيكون عنده أنفلونزا أو برد لازم يرتاح، لازم ينام، يشرب سوائل كتير علشان يخف بسرعة. كمان لازم ينام في البيت حبايبي عشان ما يعديش غيره. يبقى رقم واحد بيفيد نفسه انه بيريح جسمه فالجهاز المناعي يقدر يواجه المرض بسهولة. رقم اتنين انه ما يأذيش غيره ويعدي غيره. برافو. تعال نشوف انجي بتقول I have a cough. انا عندي كحة. طب اللي عنده كحة ده هيعمل ايه؟ go swimming؟ هيروح يعوم؟ no. drink water with lemon. اشرب مية بليمون. ليمون ده فيتامين سي، بيقوي المناعة وبيحفز مناعة الجسم وبيقوي الجسم. drink water with lemon. طيب مية بتقول I have a headache. انا عندي صداع. هنقول لها ايه؟ listen to some loud music. اسمعي موسيقى عالية. ولا try to sleep. حاولي تنامي. excellent. يبقى try to sleep. حاولي تنامي. نبيلة بتقول I feel sick. ينفع نقول لها play with your friends. العبي مع اصحابك. no. هنقول لها go to the doctor. go to the doctor. اذهبي الى الطبيب. داليا بتقول my stomach hurts. معدتي تؤلمني. هنقول لها play tennis. لا. امال هنقول لها اعملي ايه؟ take some medicine. خدي بعض الدواء. take some medicine. خدي بعض الدواء. هند بتقول I have a fever. انا عندي حمى، يعني انا سخنة. هنقول لها have a hot shower. روحي خدي دش سخن. لا. امال هنقول لها ايه؟ go to the doctor. اذهبي الى الطبيب. في هنا حبايبي شوية نصائح خاصة بالدواء. طبعا ما ينفعش ان انا ارص الدواء كده في متناول الاطفال، لان الدواء ده زي ما هو بينفعنا واحنا عيانين، ولكن لما اخده بدون ارشادات الطبيب بيبقى مؤذي. طبعا هنا في تصرفات واحنا نحط عليها صح او غلط. فالتصرف الاول بيقول medicine is in a low cupboard. دلوقتي ينفع الدواء يتحط في دولاب ويبقى منخفض كده، يعني الاطفال تعرق تشده كده، يبقى ده التصرف ايه؟ خطأ. برافو. medicine is in a bag. ينفع نحط الدواء في الشنطة كده برضو. no. drink medicine without an adult. ينفع نشرب دواء واحنا مش معانا حد كبير؟ لا ما ينفعش. يبقى دي كمان ايه؟ غلط. drink medicine with an adult. ينفع اشرب دواء وانا معايا حد كبير؟ لانه هيبقى منتبه على الجرعة اللي انا باخد. medicine is on a high shelf. الدواء في مكان عالي. صح. ده كده ايه؟ صح. طيب تعالوا نشوف what is dangerous. ايه هو الخطير وايه هو سيف الامن في الحاجات دي. يبقى ايه الحاجات الامنة هنا يا حبايبي؟ ان احنا نحط الميديسن is on a high shelf، يكون في بعيد عن متناول الاطفال. ايه بقى الدينجرس؟ ان احنا نشرب الميديسن without an adult، من غير حد كبير معانا. تعالوا نشوف when you are ill. لما تكون عيان we go to the، المفروض نروح فين؟ the hospital. برافو. لازم نروح المستشفى. they and nurses help us. مين اللي موجودين بقى في المستشفى؟ doctors and nurses، الاطباء والممرضات. they are very kind. انهم طيبين جدا. doctors and nurses، الاطباء والممرضات، check our health، بيفحصوا صحتنا. they give us ويدونا medicine، يدونا الدواء. they are very important to us، هما مهمين جدا بالنسبة لنا. اخر جزئية في اليونتي حبايبي جزئية السي كي والاس كي.
الجزئية الأولانية دي سي كي بنطقها كه ساوند، والتانية بنطقها سك 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 زي كلمة سك. نطقت السي والكي كأنها حرف الكه، حرف الكاف. سك سكين، هنا نطقت ايه الاس والكي بدون فاصل. سك 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 سكين، برافو، يعني جلد. تعال نشوف هنا السي كي، بلاك بلاك اسود، انما هنا سك سك سكيرت، جيبه. سك سكاي، سماء، برافو. يلا بينا حبايبي نحل بعض الكويستشنز. اول حاجه عندنا match the part of the body to its function، هنوصل الجزء من اجزاء الجسم بالفانكشن بتاعته. It digests food، بيهضم الطعام. يا ترى ايه من دول؟ heart bones skin stomach، على طول نوصل بمين؟ stomach. يعني ايه stomach؟ stomach يعني المعدة. It pumps blood، بيضخ الدم. يبقى احنا بنتكلم عن مين هنا؟ عن الheart. It helps us move، بتساعدنا نتحرك. يبقى احنا بنتكلم عن البونز. It protects the body parts، بيحمي اجزاء الجسم. يبقى احنا بنتكلم عن السكين. بعد كده هنحط دايرة حوالين الكويستشن مارك او الفلسطين. لو ده كان سؤال يا حبايبي يبقى اخره طبعا كويستشن مارك، علامة استفهام. طب لو ده جملة عادية يبقى اخره فلسطين. تعال نشوف كده. السؤال عندنا هنا what is the matter، what is the matter، ما الامر؟ يبقى ده سؤال، يبقى احنا على طول هنختار ايه؟ هنختار الكويستشن مارك، علامة الاستفهام. نمبر 2 the cat is on the bed، هو انا هنا بسأل عن حاجة؟ نو no. يبقى انا هنا هختار الفول ستوب او علامة النقطة. where is يوسف، دي ايه يا حبايبي؟ the question، يبقى هنعمل علامة استفهام. how do you feel، علامة استفهام، كيف تشعر؟ لان ده ايه؟ لان ده question. مطلوب مننا نحط في النقط CK او SK. عندنا كلمة سيك هنحط لها ايه؟ برافو، هنحط سي وهنحط K. طيب الكلمة التانية اسمها ايه؟ skin، جلد. يبقى دي ايه؟ S وكي، على خط ايه؟ بسم الله ما شاء الله. يعني عندنا بعد كده كلمة skirt، skirt يعني جيبة، يبقى اس وكي. sorry. طيب black برضو هنا سي كي، برافو. sky اس ماشي حبايبي. طيب وبكده نبقى وصلنا لنهاية الوحدة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.